نشرة الأخبار من التلفزة التونسية، أهلا بكم. ونشير أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية وعن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. وإليكم الآن العناوين. في العيد العمالي للشغل، مشروع أحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يعرض قريبا على مجلس نواب الشعب. عملية سيدي بوزيد توصف بالعملية النوعية في مقاومة الإرهاب، ومسيرة سلمية منددة بالإرهاب ومطالبة بالتنمية. قيادات في الجيش العراقي تتوقع حسم معركة الموصل واستعادتها من تنظيم داعش الإرهابي خلال الشهر الجاري. أهلا بكم من جديد. احتفلت تونس الاثنين كسائر دول العالم باليوم العالمي للشغل، مناسبة تم التأكيد فيها على مزيد البذل والعطاء وإعادة الاعتبار لقيمة العمل والدعوة إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر التسريع في المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. العمل ثم العمل، وتونس فوق الناس كل ويصاحبت على البلاد. ربما تكون رسالة هذا الفائز بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 16 و2000 أثناء موكب الاحتفال باليوم العالمي للشغل خير حافز لكل الشغالين بالفكر والسعد وأرباب المؤسسات على مزيد البذل والعطاء. موكب دعا خلاله وزير الشؤون الاجتماعية إلى التسريع في إنجاز الإصلاحات ووضع السياسات وتوسيع دائرة الحوار والتشاور والتفكير في مقاربة لمحاربة الفقر بغية تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. إن اهتمام الحكومة بالمؤسسة وبالعاملين بها وسعيها في نطاق الحوار الاجتماعي لتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وتطوير ظروف العمل، إضافة إلى دعم القدرات الإنتاجية والتنافسية لمنشآتنا الوطنية، لا يوازيه سوى اهتمام الحكومة كذلك بمحاربة الفقر والتهميش في نطاق مقاربة تتجاوز المعالجة الأحادية لهذه الظاهرة. رؤساء المنظمات الوطنية الثلاثة دعوا بدورهم إلى التحلي بثقافة المؤسسة والبذل والجهد وتغليب ثقافة الحوار والتفكير العميق والعمل الجدي المشترك من أجل تونس. الآن الأوان للاستماع لنبض الشارع قبل فوات الأوان إلى مزيد من الوضوح في إدارة الشأن العام. نحتاج إلى وعي عميق بطبيعة الأزمة وإدراك واسع بتشابكها وترابطها. ندعو إلى برنامج للانتعاش الاقتصادي يقوم على تنفيذ قرارات وإجراءات جريئة واضحة ومستعجلة تعمل على دفع الاستثمار والنمو والتشغيل. فرصة لنجدد التأكيد على أن بلادنا في حاجة إلى إعادة الاعتبار إلى العمل كقيمة حضارية يجب أن نعلي من شأنها ونتفانى في أدائها لنرفع تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية. الموكب الذي تم خلاله تكريم الفائزين بجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العمل والجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، تمت أثناءه أيضا الدعوة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون لإرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ويعد الإعلان عن تاريخ مناقشة مجلس نواب الشعب لمشروع قانون أحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي من أبرز ما جاء في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل. الثالث والعشرون من شهر مايو الجاري هو التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مجلس نواب الشعب. المجلس الوطني الذي سيضمن وفق وزير الشؤون الاجتماعية استمرارية الحوار بين مختلف الأطراف الاجتماعية ويجسم توجهات وأهداف العقد الاجتماعي. مش نعملوا مجلس وطني للحوار الاجتماعي ضمان استمرارية وديمومة الحوار الاجتماعي، باش ما يكونش عنده طبع مناسبات. هذا المجلس هذا مش يكون الإطار القانوني اللي يتم فيه مناقشة وحوار حول كل القضايا التنموية، مش فقط القضايا اللي تتعلق بالعلاقات الشغلية، ولكن كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية اللي هي ذات اهتمام مشترك ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل
إيجاد حلول مقترحات. الإعلان عن تاريخ عرض مشروع إحداث المجلس أثار ردود فعل متباينة. هو بتاع هو حقه من 2013، يعني وقعنا في 2013 واحنا نترقبه يعني يتمر امام مجلس شباب الشعب باش يكون هو مكان في النقاش التحاور امام مواضيع تهم تونس، فيها التكوين المهني، فيها التربيه، فيها معناها الشغل، مجال الشغل، فيها الصناديق الاجتماعيه. لو كان في مؤسسه نتاع حوار اجتماعي ما كانش ممكن نوصل للاحتجاجات وما كانش ممكن نوصل للخلافات والتجاذبات القائمة حاليا، لأنه هو فضاء فيه كل الآليات لفض كل النزاعات بالحوار ولا شيء غير الحوار. ونغلطوا إذا كان نقولوا أنه حوار اجتماعي باش يحل مشكلة تونس وإلا غيره، لا، إنما هو معناه نقولوا إحنا سبيل من السبل اللي ممكن يعاون في الحلان برشا إشكاليات، لأنه الآن بالفعل ما ثماش معناها الحوار التقارب التشاركي، الأسلوب التشاركي شبه مفقود الآن. يشار إلى أن تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعد من مخرجات العقد الاجتماعي الذي أمضته الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف في 14 من شهر جانفي سنة 2013. وأحيا العالم عيد الشغل العالمي باحتفالات مختلفة بين مسيرات سلمية مساندة للعمال وأخرى تخللتها صدامات أو مناوشات بين رجال الأمن والمتظاهرين. عيد الشغل العالمي هذه السنة تلون بألوان الأحداث التي تعيشها البلدان، فقد نزل الملايين في مظاهرات ومسيرات في عدة دول بشعارات مختلفة للمطالبة بتحسين الأجور والظروف العمل. فرنسا التي تعيش على وقع دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية ومع احتدام المنافسة بين المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، كانت الاحتفالات بعيد العمال هذه السنة ذات صبغة خاصة، حيث شهدت البلاد مظاهرات وتعبئة نقابية كبيرة لتأييد المرشحين أو الاحتجاج على وصولهما للدور الثاني. ويحل عيد العمال في تركيا وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء قضى بتعزيز صلاحية الرئيس رجب طيب أردوغان ورفض المعارضة نتائجه، ففي حين خصصت السلطات التركية منطقة لمسيرات تضامن مع العمال بهذه المناسبة، استخدمت الشرطة التركية في اسطنبول الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين كانت تسعى للتوجه إلى ساحة تقسيم وسط المدينة التي حضرت سلطات التظاهر فيها. المسيرات والمظاهرات جابت أيضا شوارع بلدان القارة الأمريكية بأشكال مختلفة، ففي فنزويلا اتخذت التظاهرة التي دعت إليها المعارضة في ذكرى مرور شهر على بدء تعبئتها شكل تحد للرئيس نيكولاس مادورو. أما في كوبا فقد نظمت الحكومة الكوبية مسيرتها التقليدية بمناسبة العيد العالمي للشغل في ساحة الثورة في هافانا، وستكون الأخيرة في حكم الرئيس راؤول كاسترو والأولى منذ رحيل زعيم الثورة فيديل كاسترو. كما شارك الآلاف في مسيرات في عدد من البلدان الآسيوية، حيث شهدت العاصمة الأندونيسية جاكرتا احتجاجات وصفت بالكبيرة للمطالبة بزيادة الرواتب، وشهدت تايوان احتجاجات اعتراضا على سياسة الحكومة. وعمت المسيرات أيضا عددا من البلدان الآسيوية الأخرى كالفلبين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وغيرها، شهد عدد منها مناوشات بين المتظاهرين ورجال الأمن. واحتفل عدد من بلدان العالم العربي بيوم الشغل العالمي في ظل أوضاع صعبة جراء الحروب التي يشهدها البعض منها والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بما فيها البطالة التي ما فتئت ترتفع معدلاتها فيها. هذا فيما خرجت مظاهرات في بلدان عربية أخرى كلبنان مثلا مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. في شأن آخر، عملية أمنية نوعية تلك التي جدت الأحد بمدينة سيدي بوزيد ونجحت خلالها الوحدات الخاصة للحرس الوطني في القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين وهما قياديين في كتيبة عقبة بن نافع أحدهما أمير الكتيبة. عهدوا أنفسهم أينما وجدتم وجدنا، هنا بأحد أحياء سيدي بوزيد طوقت كل المنافذ على المجموعة الإرهابية من طرف الفرقة الخاصة للحرس الوطني من الأمام من الخلف من كل مكان من كل زاوية، كانوا للعهد أوفياء. هي بعض من تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي جدت أمس بسيدي بوزيد. عام
عملية أمنية نوعية جاءت نتيجة متابعة من قبل وحدات الحرس الوطني منذ أسابيع ورصد لتحركات عناصر إرهابية متحصنة بجبال السلوم والشعام بولاية القصرين والاتصالها بعناصر داخل مدينة سيدي بوزيد. وباستيفاء كافة الاستعدادات قامت وحدات الحرس الوطني بتنفيذ هذه العملية الاستباقية النوعية بأحد الأحياء بسيدي بوزيد، ونجحت خلالها في القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين هما قياديان في كتيبة عقبة ابن نافع، أحدهما أمير الكتيبة ويرجح أنه أجنبي الجنسية. وقد أفاد سفيان السليتي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن هذه العملية الأمنية تعد نوعية باعتبار خطورة العناصر التي تم القضاء عليها. وفي مسيرة سلمية ندد عدد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بسيدي بوزيد بالعملية الإرهابية التي جدت أمس، وأكدوا وقوفهم صفا واحدا ضد الإرهاب. أنا ضد الإرهاب وضد أي معناها عمليات إرهابية في تونس من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب. ثانيا نريد أن نبين أن المجتمع متاع سيدي بوزيد وأبناء سيدي بوزيد متماسكون للتصدي للإرهاب. مدينة سيدي بوزيد كانت مستهدفة مرة أخرى من الإرهاب. خرجنا اليوم لنعبر عن سخطنا على السياسات التنموية وعلى تغييب ولاية سيدي بوزيد والوطن ككل في السياسة التنموية، وكذلك نوجه لرسالة للإرهاب نقول أن معركتنا في التنمية مستمرة، معركتنا ضد الإرهاب مستمرة. المشاركون في المسيرة أكدوا مساندتهم التامة لقوات الأمن في معركتهم ضد الإرهاب، مسيرة لم تغب فيها المطالبة أيضا بحق الجهة في التنمية والتشغيل. دوليا نبدأ من العاصمة الليبية طرابلس، حيث أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة قرب إعادة فتح سفارة النمسا في طرابلس وسنافي عودة الطيران إلى ليبيا قريبا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس، الذي أكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا من خلال حكومة الوفاق الوطني في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، والعمل معا على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. في مصر دمرت قوات الجيش المصري 6 بؤر إرهابية، إضافة إلى القبض على 12 شخصا من المشتبه بهم في وسط سيناء. وأوضح متحدث عسكري في بيان له الاثنين أن القوات ضبطت محركين اثنين لقارب وأربع درجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف قوات الجيش والشرطة المصرية، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشتبه بهم والمحجوزات. وفي العراق قد تحسم معركة الموصل وتتم استعادة المدينة بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي في شهر مايو الجاري، وذلك حسب توقعات أحد أكبر قيادات الجيش العراقي بعد أن فقد التنظيم الإرهابي السيطرة على معظم أحياء مدينة الموصل. تحكم قوات الجيش العراقي محاصرتها لأغلب الأحياء الواقعة شمال غرب الموصل بعد أن تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من الأحياء الأخرى وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها في الهجوم الذي نفذته في أكتوبر الماضي. محاصرة الجيش العراقي لشمال غرب الموصل جعل أحد أكبر قيادات الجيش العراقي يتوقع حسم معركة الموصل واستعادتها بالكامل في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة كحد أقصى، وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها. وفي حال نجاح العملية التي ستكون بدعم جوي وبري من قوات التحالف الدولي، فإنها ستخلص سكان الأحياء الواقعة شمال غرب الموصل من الاضطهاد الذي يعانون منه بسبب عناصر التنظيم الإرهابي الذي يفرض عقوبات قاسية على المسلمين من غير السنة إذا لم يلتزموا بتفسيراتهم المتشددة للإسلام. وتفيد الأمم المتحدة أن حوالي نصف مليون شخص ما زالوا في المنطقة، من بينهم 400,000 شخص في المدينة القديمة يعانون قلة الموارد الغذائية والمائية فضلا عن عدم وجود مستشفيات. في الأثناء وفي الجانب الشرقي لمدينة الموصل تتواتر الأنباء عن وجود انتشار كبير لميليشيات الحشد الشعبي ومعها مسلحون من الحرس الثوري الإيراني، حيث تجري عمليات تهجير قسري للسكان دون أن ترد تفاصيل أخرى عن التطورات هناك.
وفي فرنسا، مع دخول السباق الرئاسي المحتدم أسبوعه الأخير، تبادل إيمانويل ماكرون المرشح الرئاسي الوسطي الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية، تبادل الانتقادات مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في العاصمة باريس في عيد العمال الاثنين. وفيما اتهم ماكرون منافسته بأنها تتبنى أفكارا معادية للديمقراطية، وصفت لوبان منافسها بمرشح تكريس الوضع الراهن المؤيد للاستمرار في الاتحاد الأوروبي. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في العيد العالمي للشغل، مشروع إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يعرض قريبا على مجلس نواب الشعب. عملية سيدي بوزيد توصف بالعملية النوعية في مقاومة الإرهاب، ومسيرة سلمية منددة بالإرهاب ومطالبة بالتنمية. قيادات في الجيش العراقي تتوقع حسم معركة الموصل واستعادتها من تنظيم داعش الإرهابي خلال الشهر الجاري. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.